طيب الله أوقاتكم، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الجولة الجديدة لمراسلي القاهرة الإخبارية التي ينضم إلينا فيها من تل أبيب الزميلة دانا أبو شمسية، ومن خان يونس سيكون معنا بشير جبر، ومن رام الله الزميلة ولاء السلامين، ومن بروكسل سيكون لنا وقفة مع عمرو المنيري، وسنذهب إلى بيروت مع زميل أحمد سنجاب. متابعة دبلوماسية العالم هي مراسلة القاهرة بالأمس بكت سماء العاصمة الفرنسية باريس ضحايا غزة. حالة من الدمار الواسع طالت مدينة خان يونس. موقف اليونان أصبح أكثر تضامناً مع القضية الفلسطينية. نحن هنا في القطاع الشرقي للجنوب اللبناني، ولكن القطاع الغربي لم يسلم أيضاً من العدوان الإسرائيلي. كان هنالك دعوات لتوسيع نطاق هذه التظاهرات. هناك انتخابات لأربع مناطق في تركيا. تصد أوكراني شرس وتقدم روسي واضح ودعم سخي من الغرب. حالة من الرعب تسود أجواء العائلة في ظل هجمات المستوطنين المتزايدة عليهم. لكنهم ظلوا يرفضون على الدوام فكرة التهجير وطمس الهوية. من هنا من أونتاريو ننقل لكم الخبر والحكاية والمتابعة والتعليق. في التفاصيل، تظاهر آلاف الإسرائيليين قبالة وزارة الدفاع في تل أبيب رفضا لسياسات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في التعامل مع الحرب على غزة. هذا وطالب المتظاهرون بضرورة المضي قدما في صفقة لتبادل المحتجزين وبالعمل من أجل وقف الحرب في قطاع غزة حفاظا على حياة ذويهم المحتجزين ولضمان الإفراج عنهم. وفيما له صلة، أكدت عائلات المحتجزين الإسرائيليين ضرورة الإسراع في إبرام صفقة من أجل إعادة باقي ذويهم. وفي بيان لها ذكرت عائلات المحتجزين أن الطريقة الوحيدة لإنقاذ ذويهم هي التزام إسرائيل بوقف الحرب في قطاع غزة، لافتة إلى أنه لا يجب تفويت الفرصة الحالية، خاصة أنه لا يمكن إعادة كل المحتجزين بعمليات عسكرية خاصة. الآن من تل أبيب تنضم إلينا دانا أبو شمسية مراسلة القاهرة الإخبارية. دانا أهلا بك. طبعا في ختام يوم يبدو أنه كان يوم طويل بالنسبة لك ومتابعة الأخبار على الأرض، كيف بدت تل أبيب أمس على مدار اليوم من خلال رصدك لهذه المظاهرات التي أظن أنها ما زالت مستمرة؟ بالفعل ياسر، نتحدث عن عشرات آلاف المتظاهرين الذين كانوا قد تواجدوا في العديد من النقاط في داخل تل أبيب لوحدها. نتحدث كان هنالك في ميدان ما يسمى بالمخطوفين، وكذلك قبالة وزارة الدفاع الأمن الإسرائيلية المعروفة باسم الكرياء. ولكن كنا قد لاحظنا أن أعداد هذه الأسبوع مقارنة في الأسبوع الذي مضى أقل منها، ليس بالكثير ولكنها أقل، وحتى تعامل شرطة الاحتلال مع المتظاهرين كان اليوم أقل عنفا وضرب، على الرغم من استخدام العنف والقوة والسحل لإبعاد المتظاهرين عندما حاولوا التواجد بالقرب من شارع أيلون، هذا الشارع الرئيسي والمفصل الذي يربط ويفصل شوارع وبلدات وأحياء تل أبيب الكبرى من شمالها إلى جنوبها. حاول المتظاهرون اجتياز المتاريس الحديدية والتعزيزات الشرطية المتواجدة في المكان للوصول إلى هذا الشارع وإغلاق محاور هذه الطرق، ولكن فيما بعد قامت شرطة الاحتلال باستخدام المياه بتفريق المتظاهرين، كذلك الحال استخدام فرق الخيالة. ونتحدث عن اعتقال عشرات من المتظاهرين من أمام مقر وزارة الدفاع. كانت التقديرات الإسرائيلية تشير أن هذه التظاهرة لربما ستكون الأكبر عددا وزخما، مع إعلان بني غانتس نيته تقديم استقالته وانسحابه من كابينة الحرب، ولكن في اللحظة الأخيرة كان غانتس قد قرر إرجاء هذه الكلمة المرتقبة، وخاصة أن الأعداد كانت
تشير إليها بعض التقديرات بأنها ستكون كبيرة جدا، وخاصة أن هنالك مطالب من اليسار الإسرائيلي ومن عائلات المحتجزين لغانتس بأن لا ينسحب من هذه الحكومة حتى يضمنوا تمرير صفقة التبادل. في طبيعة الحال لربما وقع عملية تحرير المحتجزين الأربعة اليوم من وسط القطاع في النصيرات، لربما ألقى في ظلاله على هذه التظاهرات. بدأها المتظاهرون في الإشادة في هذه العملية، ولكنهم قالوا أن هذه الفرحة التي شعر فيها اليوم أربعة من عائلات المحتجزين يجب أن يشعر فيها 120 من أهالي المحتجزين الذين ما زالوا هناك. أما إيتمار بن غفير المعروف في تطرفه ويمينيته كان قد خرج وقال هذا يعني بأن مزيد من الضغط العسكري على حركة حماس يولد انفراجات، ويطالب في إتمام أكثر من عملية مشابهة، وقال بأن لا صفقة كما وصفها مع الشياطين. ناهيك عن التغني في هذه الإنجاز وهذه العملية البطولية كما وصفها بنيامين نتنياهو من خلال مؤتمر صحفي كان قد خرج قبل السبت، وتحدث أن هذه إشادة في الطواقم التي عملت، ونتحدث عن فرق الكوماندوز واليمام وجيش الاحتلال والشباك الإسرائيلي الذين شاركوا، بالإضافة إلى معلومات استخباراتية أمريكية كانت قد وصلت إلى الاستخبارات الإسرائيلية تفيد بوجود هؤلاء المحتجزين وكذلك حالتهم الصحية. قبل قليل شرطة الاحتلال كانت قد فتحت أو أعادت فتح الشوارع في تل أبيب من قبل المتظاهرين، التي كانت مغلقة هذه الشوارع من قبل المتظاهرين، وبهذا نستطيع القول بأن التظاهرات في تل أبيب وتظاهرات السبت كانت قد انتهت قبل دقائق قليلة. والحديث كما ذكرنا عن اعتقالات، إبعادات، واستخدام المياه، وكذلك فرق الخيالة لتفريقهم، ولكن هذه المرة وهذا الأسبوع كما ذكرنا لربما حتى المدة الزمنية لهذه التظاهرة كان أقل مما اعتدنا عليه في الأسابيع الماضية. طيب دانا، عادة يعني كنا نتابع معك خلال الفترة السابقة أن هناك يعني مظاهرات في أماكن مختلفة، ربما كان هناك البعض يذهب إلى مقر الحكومة، بيت بنيامين نتنياهو، لكن هذه المظاهرات، وهنا أسأل عن رمزية الوجود أمام مقر وزارة الدفاع، هل في الأمر نوع من أنواع رسائل للجيش الإسرائيلي؟ بمعنى كما نعلم أنه الجيش الإسرائيلي لديه رغبة بشكل أو بآخر في إتمام صفقة لإتمام وإنهاء هذه الأزمة، فهل هذه الرمزية لاستهداف وزارة الدفاع بهذه التجمعات تعني شيء؟ بالفعل ياسر، اختيار المكان أو حتى الزمان ليس بالعبث لهذه التظاهرات. نحن نتحدث أن يوم السبت بمثابة عطلة رسمية لجميع الإسرائيليين سواء اليسار أو اليمين أو حتى الحريديم أي المتزمتين دينيا، لذلك هذه التظاهرات عند إعلانها يوم السبت تضمن ويضمن القائمين على هذه التظاهرة أن يتم حشد أكبر عدد ممكن من المتظاهرين. ناهيك عن اختيار المكان، نحن نتحدث عن مقر التجمع لمقر وزارة الأمن الدفاع الإسرائيلية، هيئة أركان جيش الاحتلال في المنطقة هذه، وعادة يتم اجتماع مجلس كابينات الحرب وحتى الكابينات الأمني أو المشاورات الأمنية للقادة والكبار من السياسيين أو حتى بنيامين نتنياهو عندما يلتقي في رؤساء هيئة الأركان أو وزير الدفاع يكون في هذا المكان. لذلك اختيار هذا المكان لإيصال رسالة إلى المستوى السياسي رفيع المستوى بضرورة المضي قدما في إتمام هذه الصفقة، وحتى اختيار أماكن مختلفة. قيصاريا نتحدث أنه المكان الذي يقطن فيه بنيامين نتنياهو، أو أن هذا المكان هو يقع فيه منزل نتنياهو الشخصي. أما في القدس في شارع غزة تحديدا فهو مقر إقامة بنيامين نتنياهو في القدس، وأمام مقر أيضا رئاسة الوزراء والحكومة الإسرائيلية في الداخل القدس المحتلة، بئر السبع أيضا هنالك يعني تحرك من ناحية الجنوب جغرافيا، والعديد من النقاط والبلدات الإسرائيلية التي تقدرها إسرائيليا بأنها في كل مرة تزيد على 50 بلدة وشارع يتم فيها الخروج في هذه التظاهرات. طيب دانا، أنت أشرتي سريعا إلى فكرة أن هؤلاء المتظاهرين ربما يعني رحبوا في بداية يوم أمس بعودة الرهائن الأربعة، لكن هناك أيضا بيان لعائلات المحتجزين تحدث عن هذه الجزئية أو أشار إليها بشكل غير مباشر حين قال هذا البيان أنه نعم ربما يمكن يعني تحرير بعض الرهائن بعملية عسكرية، لكن أن يتم تحرير كل الرهائن فهذا أمر غير مجدي، وبالتالي هم طالبوا بالمضي قدما في مسألة إتمام الصفقة، أليس كذلك؟
بالفعل، حتى أن الشعارات التي رفعت وخطت على اللوحات وحتى الشعارات التي هتف فيها المتظاهرون كلها كانت تتشابه مع التظاهرات السابقة من حيث المضمون. كانوا قد تحدثوا في لغة عبرية عن ضرورة إتمام هذه الصفقة حالا، وبأنه من العار كما قالوا هذه الكلمة، من العار على بنيامين نتنياهو الاستمرار في هذه الحكومة، أي أن مطالبهم في إقالة الحكومة الإسرائيلية وتشكيل ائتلاف حكومي جديد، أي تسريع الانتخابات العامة في إسرائيل، لم تختلف هذه المطالب حتى بعد هذه العملية التي يتغنى فيها الجانب السياسي والعسكري. حتى أن القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مسؤول ومصدر إسرائيلي رفيع المستوى قالت بأن هذه مباركة لهذه العملية، ولكن لا يمكن أن نقوم بتحرير كل المحتجزين في هذه الطريقة، أو حتى أنه من الصعب إعادة هذه العملية في كل مرة نريد فيها تحرير المحتجزين. ولا ننسى أن مقابل تحرير 4 محتجزين تم القضاء ومقتل قائد هذه الكتيبة، والذي أطلق على هذه العملية اسمه تيمنا بما قدمه في الجيش الإسرائيلي. من تل أبيب دانا أبو شمسية، أشكرك شكرا جزيلا. نتحول بحضراتكم إلى قطاع غزة، حيث تواصل قوات الاحتلال العدوان على القطاع، حيث قصفت خلال الساعات الماضية مناطق حي الزيتون والصبرة جنوبي مدينة غزة، كما شنت طائرات الاحتلال غارات جوية على المحافظة الوسطى ومخيم البريج وسط القطاع. أكدت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع أعداد الضحايا في مخيم النصيرات وعدد من المناطق وسط قطاع غزة إلى 210 شهداء وأكثر من 400 مصاب. أشارت الصحة الفلسطينية إلى أنه لا تزال طواقم الإسعاف تنتشل المزيد من الشهداء جراء مجزرة النصيرات. وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أكدت أن قوات الجيش استهدفت في عملية من الجو والبحر والبر مخيم النصيرات ومحيطه وسط القطاع. من خان يونس الزميل بشير جبر مراسل القاهرة الإخبارية الآن معنا على الهواء مباشرة. بشير، طبعا كان يوما صعبا بالأمس بطبيعة الحال، وما حدث من مجزرة في يعني كانت نتيجة الشهداء 210 وأكثر من 400 مصاب، كيف تبدو الأجواء في نهاية يوم دامي مثل هذا اليوم؟ بالفعل هو نهاية يوم دامي ونبدأ يوم جديد من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث لم تتوقف أصوات الانفجارات على المناطق الشرقية وكذلك المناطق الوسطى لمدينة رفح من هذه الانفجارات الناجمة من القذائف المدفعية المتواصلة باتجاه أحياء مدينة رفح الشرقية والوسطى، بالإضافة أيضا إلى قيام الآليات العسكرية الإسرائيلية المتوغلة في داخل هذه المدينة بإطلاق نيرانها وقذائفها باتجاه المناطق الغربية لمدينة رفح، وبالتالي كل أحياء هذه المدينة باتت تتعرض إلى قصف عنيف في هذه الأثناء. إضافة إلى ذلك، لا زالت المنطقة الشرقية لمدينة خان يونس والتي تضم منطقة القرارة وعبسان الكبيرة لا زالت أيضا تتساقط عليها القذائف المدفعية بشكل عنيف. إذا ما تحدثنا عن المحافظة الوسطى وتحديدا مخيم البريج، فقد قصفت قبل قليل الطائرات الحربية الإسرائيلية منزلا يعود لعائلة الشريف، مما أدى إلى وقوع إصابة في هذا المنزل، فيما لا تزال الطواقم الإغاثية تقوم بالبحث عن مصابين أو شهداء في هذا القصف الإسرائيلي الذي طال مخيم البريج. أتحدث إليك الآن وعادت أصوات هذه القذائف التي تنهال مباشرة باتجاه مدينة رفح تدوي من جديد، ويسمع دوي هذه الانفجارات من هنا من مدينة خان يونس المجاورة لمدينة رفح. ما حدث اليوم مع مخيم النصيرات وهذه العملية الكبيرة التي شهدها مخيم النصيرات، وحقيقة طالت كل مخيمات المحافظة الوسطى البريج والنصيرات والمغازي وكذلك مدينة دير البلح، خلفت يعني دمارا كبيرا في المناطق المستهدفة، بالإضافة إلى وقوع أكثر من 210 شهداء وأكثر من 100
400 إصابة بجراح متفاوتة الخطورة، نقلوا على إثر هذه الإصابات إلى مستشفى شهداء الأقصى، هذا المستشفى الحكومي الذي بات لا يستطيع تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمرضى والجرحى نظرا لعدم توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والنقص الحاد في الوقود اللازم لتشغيل المستشفيات، مما اضطر المستشفيات المجاورة ومن ضمنها هذا المستشفى الذي يقع في مدينة خان يونس مجمع ناصر الطبي إلى استقبال عدد كبير من الحالات التي حولت إلى هذا المستشفى لتلقي العلاج في قطاع غزة. هو يعني حتى الصور بشير التي نتابعها بتعكس فعلا أنه كان هناك نقص عدد كبير جدا في الكوادر الطبية. من يسعف المصابين كما نتابع الآن على الشاشة هم أهالي المرضى وأهالي الموجودون في المنطقة، بمعنى أنه فعلا كان هناك نقص كبير جدا. لكن لمشاهدين الذين لم يتابعوا كيف جاءت هذه العملية بشير، هذه العملية التي راح ضحيتها أعداد كبير جدا وإصابات كبيرة جدا، كيف جاءت وبنتها إسرائيل؟ كان هناك تمويه كبير في هذه العملية وخداع من قبل القوات الإسرائيلية، حتى نذكر السادة المشاهدين بما حدث أمس. يعني بالفعل ياسر، إسرائيل بدأت هذه العملية الإسرائيلية بشكل عنيف وقوي، حيث شاركت فيها المدفعية الإسرائيلية وكذلك الزوارق الحربية، بالإضافة إلى الطيران الحربي بكل أنواعه المسير وكذلك الطائرات المقاتلة التي هاجمت كل مخيمات المحافظة الوسطى، مخيم البريج في المنطقة الشرقية للمحافظة الوسطى، وكذلك هاجمت مخيم المغازي وقصفت مدينة دير البلح التي تقع في جنوب هذه المحافظة، بالإضافة إلى قصف عنيف طال مخيم البريج، ومن ثم توغلت عدد من الآليات لتقطع الطريق وتضع يعني تغطية نارية لهذه القوات الإسرائيلية التي توغلت باتجاه مكان الحدث، وقامت بإطلاق نيران كثيف باتجاه المواطنين الذين كانوا يتواجدون في مخيم النصيرات. يعني الحقيقة أن هذا المخيم كان مكتظا بالنازحين الفلسطينيين، كون أن الحدث يقع بالقرب من السوق المركزي لمخيم النصيرات وفي وقت الظهيرة، حيث كان المخيم مزدحما بالمواطنين وبالنازحين الذين يعيشون بداخله. وقامت هذه الطائرات الحربية الإسرائيلية المروحية وكذلك الطائرات المسيرة بإطلاق نيرانها بشكل عشوائي باتجاه المواطنين الفلسطينيين في الشوارع، مما أدى إلى ارتفاع أعداد الشهداء والمصابين. هذه العملية التي استمرت لما يزيد عن ساعتين متواصلتين من القصف العنيف من الطائرات ومن الزوارق ومن المدفعية الإسرائيلية ومن الآليات المتوغلة على الأرض ومن الجنود الراجلة، أدت يعني إلى وقوع المزيد من الخسائر في صفوف المواطنين الفلسطينيين وكذلك في صفوف المباني والبنى التحتية في تلك المنطقة التي تعرضت إلى هذا العدوان الإسرائيلي. من مدينة خان يونس بشير جبر، أنا أشكرك شكرا جزيلا بشير. كيف كانت هذه ردود الأفعال إذن في الرئاسة الفلسطينية؟ المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينا أكد أن مجزرة مخيم النصيرات هي استمرار لحرب الإبادة الجماعية التي ينفذها جيش الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، كما حمل أبوردينا الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عما يحدث من مجازر بحق الفلسطينيين في القطاع، داعيا مجلس الأمن والمجتمع الدولي للتدخل بشكل فوري لوقف هذه المجازر وإلزام سلطات الاحتلال بالتوقف عن كل هذه الأعمال التي تنتهك جميع قرارات الشرعية الدولية. نتوقف الآن في رام الله مشاهدينا الكرام مع ولاء السلامين مراسلة القاهرة الإخبارية. ولاء، إذن إدانة من الرئاسة الفلسطينية، كيف كانت ردود الأفعال في رام الله على هذه المجزرة التي كانت بالأمس في مخيم النصيرات؟ أهلا بكم. في البداية نتحدث عما خرج من الرئاسة الفلسطينية، نتحدث عن المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية عندما تحدث بأن هذه المجزرة يجب أن تتحمل مسؤوليتها الإدارة الأمريكية. بفعل أن الإدارة الأمريكية هي أعطت حق النقد الفيتو لمجلس الأمن بعدم إيقاف فوري لإطلاق النار. أيضا نتحدث عما خرج
من الرئيس محمود عباس، وهو أوعز لمندوب فلسطين في الجمعية العامة ومجلس الأمن بأن تكون هناك جلسة طارئة عما حدث في مخيم نصيرات والمجزرة المرتكبة بحق الفلسطينيين، وأن الإدارة الأمريكية تحمل المسؤولية الكاملة. أما شعبيا فكان هناك احتجاجات من قبل الفلسطينيين وسط المدنس حريق عن مدينة رام الله والديرة. كان هناك العديد من الفلسطينيين الذين خرجوا من الجنوب لإحتجاج هذه المجزرة، وأيضا في مدينة نابلس وغيرها من المدن والقرى والبلدات التي مددت بما يحدث في قطاع غزة والمجزرة التي ارتكبت هذا المساء. طيب، ولا يعني هذا عن الجانب الرسمي والجانب الشعبي إذن متأثرا بهذه المجزرة، لكن هي فرصة وأنت معنا أن نتعرف أيضا على طبيعة الأوضاع على الأرض في الضفة الغربية، لأن الضفة الغربية ليست بعيدة عما يحدث في قطاع غزة. بالتأكيد الآن بدأت سلسلة الاقتحامات للمدن والبلدات والقرى. نتحدث عن اقتحام لقرى وبلدات في محافظة جنين في رمانة وزبوبة وتعنك وبلدتي برصعة ويعبر في محافظة جنين. أيضا نتحدث عن إصابة مقتل برصاص الاحتلال شرقي مدينة نابلس وبتحديد في قرية سالم، حيث داهم قوات الاحتلال القرية ما أدى إلى اندلاع مواجهات وأصيب طفل يبلغ من العمر 19 عاما بالرصاص الحي في القدم. أيضا مزيد من التفاصيل على الاقتحامات وأيضا اندلاع المواجهات نتحدث عن قرية حسان في بيت لحم، قامت قوات الاحتلال بإطلاق وابل من الرصاص الحي وأيضا الغاز المسيل للدموع ما تسبب بحالات اختناق ولدت ميدانيا، كما وقامت قوات الاحتلال باحتجاز عدد من الشبان دون أن يبلغ عن وقوع إصابة. طيب، ولا يعني قد يكون واضحا هدف الاحتلال الإسرائيلي ما يقوم به في قطاع غزة، في رفح، في مناطق قطاع غزة بشكل عام، لكن هذه الاستهدافات وهذه الاقتحامات المستمرة في الضفة الغربية، ما هي أهداف الاحتلال من ورائها؟ هل هو يستهدف أشخاص بعينهم أم المخيمات أم أماكن معينة محددة بالنسبة لهم؟ نية الاحتلال المبرزة دائما وأبدا أهمية كانت هي لتهجير الفلسطينيين سواء في قطاع غزة والضفة الغربية. ما يقوم به قوات الاحتلال في قطاع غزة يقوم به في الضفة الغربية، ونتحدث عن نيات مبيتة لليمين المتطرف، وخاصة أن من بعد 7 أكتوبر كانت هناك منشورات تلقى على الفلسطينيين في الضفة الغربية بأنه يجب عليهم الخروج إلى الأردن الشقيق، وأنه سوف عاجلا سيكون هناك ترحيل لأهلنا في الضفة الغربية كما سيحدث في قطاع غزة، وما حدث في قطاع غزة سيحدث في الضفة الغربية، والآن هو يحدث ولكن بوتيرة أقل، ولربما الصمت هو سيد الموقف عما يحدث في الضفة الغربية، وخاصة هي المجازر الكبيرة التي حدثت في الضفة الغربية أو عفوا في قطاع غزة هي أكبر بكثير ما يحدث في قطاع غزة. على سبيل المثال يحدث في الضفة الغربية هدم للمنازل، تقصف المنازل في قطاع غزة، يتم اعتقال الفلسطينيين كما يتم اعتقال الفلسطينيين من قطاع غزة، هناك أوامر بالهدم، أوامر بالمزيد من الاستيطان، مزيد من الطرق الاستيطانية التي تشق لصالح المستوطنين، وتمييز العنصرين ما بين الفلسطينيين سواء في الداخل المحتل وأيضا الفلسطينيين في الضفة الغربية، وما يعانيه الشعب الفلسطيني يعانيه في 48 المحتل وأيضا في القدس المحتلة والضفة الغربية وقطاع غزة. أشكرك شكرا جزيلا من رام الله ولا إسلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية. بطبيعة الحال مشاهدينا الكرام، كانت هناك ردود أفعال مختلفة على مجزرة النصيرات. في هذه الجولة نذهب لنرى كيف كانت ردود الأفعال الدولية، حيث أدان مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل بأشد العبارات المذبحة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في النصيرات وسط قطاع غزة، وشدد على ضرورة إنهاء ما وصفه بحمام الدم في القطاع بشكل فوري، داعيا إلى دعم مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن المكون من 3 مراحل للمضي قدما نحو وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء القتال في قطاع غزة.
أتحول بحضراتكم إلى عاصمة الاتحاد الأوروبي، إلى العاصمة البلجيكية بروكسل. زميلي عمرو المنيري ينضم إلينا الآن من هناك. أهلا بك عمرو. بداية يعني ربما أشرنا إلى إدانة الاتحاد الأوروبي لمجزرة النصيرات، ما تفاصيل ردود الأفعال عندك حول هذه المجزرة بداية؟ نعم، ربما هذه ردود الأفعال تقتصر الآن على رد فعل جوزيف بوريل، لأن الجميع منشغل تماما بالانتخابات البرلمانية أو الانتخابات المحلية في بعض البلدان. ومن ثم جوزيف بوريل صحيح أنه يعبر عن الاتحاد الأوروبي، وهذه العبارات واللهجة الشديدة التي عهدناها في الآونة الأخيرة هي ربما بعض المسكنات، لأنها في النهاية جوزيف بوريل هو شخصيا سيكون انتهى منصبه في خلال الشهر المقبل ويتولى أحد يخلفه فيما بعد. ومن ثم نعتقد أن هذه ردود الأفعال، صحيح أنه هناك إدانة شديدة من قبل الاتحاد الأوروبي، وأنه هذه الإدانة حتى يعني جوزيف بوريل نفسه وصفها بأنها هذه المجزرة الثانية. ومن ثم لكن هذه العبارات لا تؤثر تماما ياسر في أي من السياسات الخارجية بشكل عام للاتحاد الأوروبي. هو حتى الآن يتعامل بشكل ربما هي شعارات، لكن على أرض الواقع حتى الآن لم يكن هناك ضغطا على إسرائيل، ولا أحد يستطيع حتى الضغط على إسرائيل الآن بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية. وأعتقد أن جوزيف بوريل وهناك من يؤيد هذا الدعم ويريد أن تحل المشكلة ويقف حمام الدم بالفعل، لكن الانتخابات بالفعل سيتغير الموقف الأوروبي إذا ما كان اليمين المتطرف سيطر على هذه السياسات. وأعتقد أن سنسمع الكثير الآن من التصريحات إذا ما حدث حادث جديد من التصريحات الأوروبيين كمسؤولين يريدون أن يضيفوا شيء للدعاية الانتخابية على الأقل، لأنه في النهاية يعلمون تماما أنه مهما كانت هذه التصريحات شديدة اللهجة بدون أي عقوبات وبدون دراسة للعقوبات التي كان هناك نية بها لإسرائيل، لن يكون لها أي رد فعل ولن تتأثر بما يقوله المسؤولين هنا في الاتحاد الأوروبي بشكل عام، وخصوصا أن كل القيادات ستتغير بعد الانتخابات التي ستنتهي يوم غد إن شاء الله. طيب هذه الانتخابات سعود إليها، لكن عمرو قبل أن ننتقل إلى مسألة الانتخابات طبعا هي فرصة أن تكون معنا فنطرح ما الذي يدور في هذه الانتخابات. لكن جوزيف بوريل والاتحاد الأوروبي أكدوا الدعم لمقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن فيما اتصل بالوصول إلى صفقة. لو تضعنا في تفاصيل يعني الموقف الأوروبي من هذا الطرح الأمريكي. بالطبع يعني الاتحاد الأوروبي رحب تماما، وهو لديه ربما صورة متطابقة من هذه المبادرة ويريد أن يكون فاعلا فيها، وخصوصا أنه قبيل هذه المبادرة كان الاتحاد الأوروبي قد أعلن أنه سيفعل المهمة الأمنية التي كانت تقوم بإدارة معبر رفح حين كان وزراء الخارجية العرب هنا. وهذا معناه أن الاتحاد الأوروبي سيضلع في المراحل المختلفة المقبلة، وخصوصا المراحل الأمنية، سواء ربما يكون لبعبر رفح. بالطبع المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار سيكون الاتحاد الأوروبي له دور كبير فيها. بطبيعة الحال الأوروبيون والاتحاد الأوروبي يرحب تماما بهذه المبادرة، يريد أن يكون له دور رئيسي. نعم. صحيح أنه سيتبع ما تكون له الضمانات الأمريكية، لكن هو ربما يكون ضامنا من الضمانين إذا لإعادة الإعمار على الأقل، وأيضا ربما يعيد التولي مسؤولية معبر رفح ويحل المشكلة القائمة الآن كما نعلم على معبر رفح وسيطرة إسرائيل على المعبر من الجهة الفلسطينية. ومن ثم أعتقد أن الاتحاد الأوروبي يرحب تماما بهذه المبادرة، يريد أن يفعلها، وحتى بعد الانتخابات أعتقد أنه سيمضي قدما في دعم مباشر لهذه المبادرة. طيب على ذكر الانتخابات عمرو، لو تضع لنا أهم العناوين الرئيسية التي يمكن أن ترصدها في الأمور الخاصة بانتخابات البرلمان الأوروبي، ما هي أهم هذه العناوين يا ترى؟
نعم، بداية الانتخابات بدأت يوم الخميس في هولندا. نحن نتحدث عن 720 نائب للبرلمان، هذا البرلمان الأوروبي، وينتخب 374 مليون ناخب لهم حق الانتخاب في الاتحاد الأوروبي على جميع الدول، ويستمر حتى يوم غد. يوم أمس كانت يوم الخميس كانت هولندا بالفعل قد أنهت العملية الانتخابية، ويبدو أن اليمين المتطرف بالفعل نجح في أن يحصد مقاعد إضافية، وحصل بالفعل على 7 مقاعد، في مقابل أن التيار اليساري حصل على 8 مقاعد وكان يسيطر عليها من قبل. نفس الشيء في جمهورية التشيك في المجر، والمجر أيضا هناك اليمين المتطرف هناك بشكل قوي بحسب فيكتور أوربان رئيس الوزراء الذي لديه هذا الدافع. أيضا إيطاليا ستستمر بدءا من اليوم وحتى غد، هناك انتخابات مستمرة، اليمين المتطرف بقيادة جورجيا ميلوني رئيسة الوزراء. نعم. يبدو أنه أيضا سيجني الكثير من المقاعد، لكن وستنتهي بطبيعة الحال الانتخابات في جميع الدول يوم غد في ربما في منتصف الليل، ويوم الاثنين ستكون النتائج الرسمية أو بعض النتائج على الأقل. نعم. في النهاية ياسر، دعني أقول أنه التخوف من اليمين المتطرف من هذا الصعود، صحيح أنه من غير المتوقع أن يسيطر على البرلمان الأوروبي لأنه مشتت ما بين أكثر من حزب، حزب الشعب وحزب البديل الذي خرج من ألمانيا، هناك أحزاب أخرى وتحالفات أخرى، لكن المشكلة هنا أن البرلمان في حد ذاته ليس لديه تلك السلطات. صحيح. ومن ثم من يدعو لدعم سلطات البرلمان؟ لأن السلطات حتى هذه اللحظة تنحصر ما بين مجلس المجلس الأوروبي الذي هو قوام الزعماء وقادة الدول الأوروبيين، وما بين رئيسة الاتحاد الأوروبي وهي فون دير لاين التي تسعى لولاية ثانية. شكرا. وهي بنسبة 85% ربما ستفوز أو ربما يكون هناك. على كل أحوال، عمرو المنيري من بروكسل العاصمة البلجيكية، أشكرك شكرا جزيلا، ستكون لنا وقفات بطبيعة الحال معك غدا وبعد غد حين تبدأ النتائج في زور. شكرا لك عمرو. مشاهدي الكرام، هذا فاصل قصير، نعود بعده لمتابعة هذه الجولة مع مراسلي القاهرة الإخبارية. أهلا بحضراتكم من جديد، وهذه الجولة مع مراسلينا في كل مكان، حيث أدانت وزارة الخارجية اليمنية قيام جماعة الحوثي باختطاف العشرات من موظفي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية غير الحكومية في العاصمة صنعاء. أكدت الخارجية اليمنية أن هذا العمل يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني ويهدد حياة وأمن هؤلاء الموظفين في اليمن. وجددت الوزارة مطالبتها للأمم المتحدة ولجميع الوكالات الدولية بنقل مقراتها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن، لما من شأنه ضمان بيئة آمنة وملائمة لعمل هذه المنظمات. ينضم إلينا من عدن مراسل القاهرة الإخبارية إياد الموسمي. أهلا بك إياد في هذه المتابعة الإخبارية. إذن يبدو أن هناك يعني سخط شعبي وحقوقي يمني كبير على اختطاف الموظفين الحقوقيين والتابعين للمنظمات الدولية. أولا، هل يعني هناك هدف واضح من عملية الاختطاف، وكيف كانت ردود الأفعال سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي في اليمن؟ مرحبا ياسر. في الحقيقة الهدف من هذه العمليات التي قام بها الحوثيون هي الضغط على هذه المنظمات وابتزازها حقيقة، حيث قامت الجماعة عبر جهاز المخابرات التابع لها وهو جهاز أمني باختطاف إلى الآن أكثر من 60 عاملا في المنظمات الدولية، من بينها منظمات مختلفة تابعة للأمم المتحدة مثل منظمة الصحة العالمية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والمنسقية الخاصة بالشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة. أكثر من 60 موظف يعني هنا
في صنعاء يعني تم اختطافهم من منازلهم بحسب إفادة كثيرا من الحقوقيين بأن جهاز المخابرات تم عندما اقتحم كثيرا من منازل هؤلاء الموظفين واقتادهم إلى جهات مجهولة ومن محافظات يمنية مختلفة سواء من صنعاء أو حجة أو الحديدة أو محافظة صعدة. المبرر الوحيد لجماعة الحوثيين أن هؤلاء الموظفين يعملون أو يعملون لصالح الخارج أو التخابر مع دول خارجية. إياد فقط للتوضيح في هذه النقطة إذا سمحت. إياد هل المختطفون يعني هناك عدد كبير منهم يمنيون يعملون في هذه المنظمات والهيئات الدولية الحكومية، هل كلهم يمنيون أم هناك أجانب ضمن المختطفين؟ معظم من وقعوا في الاعتقال هم يمنيين، لكن هناك يعني بحدود شخصين من بينهم نساء يعني تم اختطاف بعضهم عاملات في المجال الإنساني وأيضا أطفال يعني بعض الموظفين اقتادوهم وهم وعوائلهم. بالنسبة لجنسياتهم معظمهم يمنيين، هناك شخصين أو أقل من جنسيات عربية وأيضا جنسيات أخرى. الجماعة في وقت سابق أعلنت أنها لا ترغب بموظفين من الجنسية الأمريكية والبريطانية. كثيرا من موظفين الهيئات الدولية والأممية يعانون بشكل كبير من تضييق الجماعة على تحركاتهم وأيضا محاولة مصادرة المساعدات الإنسانية لليمنيين، ويعملون تحت ظروف صعبة ومعقدة جدا. نحن كنا نتحدث قبل قليل مع أحد المسؤولين في منظمة الأمم المتحدة يناشد المنسق أو منسق الشؤون الإنسانية بالعمل بشكل أكبر للإفراج عن زملائهم باعتبار أن هناك عدد كبير من تم اختطافهم في أوقات سابقة وهم يعملون في منظمات دولية خرجوا ويعني متوفيين أو أنهم لم تفرج الجماعة عنهم سوى جثث هامدة بعد أن لاقوا التعذيب ولاقوا صنوف من المعاناة في داخل السجون، وأيضا يعاملون بأنهم يمنيين وليس عاملين في المجال في المنظمات الدولية. المنظمات الدولية لا تستطيع أن تقاضي أو تطالب جماعة الحوثيين باعتبار أن الدستور اليمني يعني يحاكم هؤلاء الأشخاص باعتبارهم يمنيين وليس عاملين في المنظمات الدولية، بينما هم يعملون مع منظمات أممية وأخرى دولية غير حكومية. هو هذه النقطة ياد يعني لو سمحت لي، وزير الإعلام في الحكومة الشرعية قال بوضوح فيها أنه حتى لو كانوا هؤلاء يمنيين لكنهم يعني ينضوون تحت هذه المنظمات الدولية ولابد أن تكون لهم حماية أيضا دولية. بالطبع كان هناك بيان أو إحاطة للمتحدث باسم الأمم المتحدة أمس، طالب جماعة الحوثيين بسرعة الإفراج عن هؤلاء الموظفين دون قيد أو شرط وإطلاق سراحهم باعتبارهم موظفين إنسانيين يعملون في منظمات أممية وأخرى دولية لا علاقة لهم بالشأن السياسي أو بالصراعات الموجودة داخل البلد. هؤلاء الموظفين يعملون في مناطق مختلفة سواء يتنقلون ما بين صنعاء أو عدن أو بعض المناطق المحررة أو من المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، تدفعهم المنظمات للعمل وفق احتياجاتها، وبالتالي فإن الجماعة عندما صادرت حريات هؤلاء الأشخاص هي صادرت العمل الإنساني والعمل الحقوقي وأيضا يعني العمل الخاص بمساعدة اليمنيين سواء في مناطق مختلفة. نتحدث عن أكثر من 60 عامل في الهيئات الدولية من بينها هيئات أممية يعني مثل كما حدثتك مثل منظمة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وأيضا المفوضية السامية لحقوق الإنسان وأيضا منظمة الصحة العالمية. قبل قليل تم اختطاف مسؤول التحصين في المنظمة ولا زالت الحملة مستمرة بحسب حقوقيين أفادوا بأن الحملة مستمرة. شكرا لاعتقال هؤلاء الموظفين في مناطق مختلفة من اليمن. من عدن اليمنية إياد الموسمي أشكرك شكرا جزيلا إياد. أتحول إلى لبنان حيث أعلن حزب الله اللبناني استهداف ثكنى الزرعية العسكرية الإسرائيلية بقذائف المدفعية وتحقيق إصابة مباشرة، وكان الحزب أعلن قصف مربض المدفعية المستحدث في منطقة سنئيم في مزارع شبع اللبنانية بواسطة عدد من الطائرات المسيرة. كما ذكر حزب الله أنه استهدف جنود الاحتلال في موقع الراهب بقذائف المدفعية وتجمعا لهم في مثلث التحات بالأسلحة الصاروخية.
أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت ينضم إلينا الآن. أهلا بك أحمد، يعني كنت للتو قبل الدخول إلى الهواء أتابع الزملاء في غرفة الأخبار، أنت كنت تمدنا بمجموعة من الأخبار العاجلة حول عملية الاستهدافات المتواصلة، لو تضعنا في آخر هذه العمليات لو سمحت أحمد. نعم، تحياتي لك في البداية. بالفعل 11 عملية نفذها حزب الله من الجنوب اللبناني باتجاه أهداف عسكرية إسرائيلية على مدار ساعات اليوم، ربما كانت أعلى كثافة لهذه العمليات في الساعات الأخيرة قبل منتصف الليل، وبالتالي تأتي هذه العمليات ردا على الاعتداءات الإسرائيلية والعدوان الإسرائيلي على عدد من البلدات اللبنانية. ربما كانت أبرز الاعتداءات الإسرائيلية اليوم هو استهداف منطقة عيترون بعدة صواريخ من مسيرة إسرائيلية، مما أدى إلى استشهاد شخصين بالإضافة إلى إصابة 3 آخرين. كانت هناك غارات جوية إسرائيلية على بلدة الخيام في القطاع الشرقي من الجنوب اللبناني، وأيضا عدد من البلدات في القطاعين الشرقي والأوسط من الجنوب اللبناني. وردا على هذه الاعتداءات كثف حزب الله من عملياته في الساعات الأخيرة قبل منتصف اليوم، ليصل إجمالي ما نفذه منذ بداية اليوم وحتى نهايته حتى منتصف الليل 11 عملية باتجاه الأهداف العسكرية الإسرائيلية. هو يقول أنه استخدم مسيرات هجومية في مهاجمة بعض المواقع، وصواريخ من طراز بركان، وصواريخ أيضا من طراز فلق لمهاجمة مواقع عسكرية إسرائيلية. ولكن كافة العمليات سواء من الجانب اللبناني أو من الجانب الإسرائيلي ربما تركزت على مناطق أو ما كان يعرف سابقا باسم قواعد الاشتباك، وهي المناطق الحدودية. يعني طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف بلدات على طول الشريط الحدودي، وأيضا العمليات التي نفذها حزب الله من الجنوب استهدفت مواقع عسكرية إسرائيلية على طول الشريط الحدودي. لم يكن هناك خروجا عن القواعد الاشتباك التي كان متعارف عليها، وربما طيب أحمد يبدو هذا يعني حتى الأمر لو سمحت لي لضبط النفس من الجانبين. حتى لو لم يكن هناك خروج عن القواعد الاشتباك المتعارف عليها، علما بأنه يعني كانت هناك خروجات سابقة عن قواعد الاشتباك، لكن نتحدث عن عمليات أمس. أسأل هنا، هل الجانب الإسرائيلي من واقع متابعتك اليومية حريص على أن تكون هذه المنطقة ساخنة، يعني تشعر وكأنه يريد أن تستمر هذه المواجهات موجودة مع حزب الله؟ ما الذي يمكن أن يفسر ذلك الأمر؟ ما يريده أو ما يريده جيش الاحتلال الإسرائيلي أو ما تريده إسرائيل هو عودة المستوطنين إلى مناطق الشمال مرة أخرى، وإخلاء منطقة الجنوب اللبناني من سلاح حزب الله وتحديدا قوات الرضوان المتواجدة على أو في البلدات اللبنانية الجنوبية، من أجل تأمين سكان الشمال والحيلولة دون تكرار هذه العمليات مرة أخرى. ولكن هذا المطلب قوبل بالرفض من قبل حزب الله ما لم يتم وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. فالجبهة اللبنانية هي مرتبطة بشكل أو بآخر مع قطاع غزة، هي بدأت في البداية كجبهة إسناد، ولكن مع توسع العدوان الإسرائيلي على بلدات لبنانية متفرقة وسقوط عدد كبير من المدنيين جراء العدوان الإسرائيلي، باتت الجبهة اللبنانية جبهة ثأرية، ثأرا من أو للمدنيين الذين سقطوا جراء العدوان الإسرائيلي خلال الفترة الماضية. على مدار الأيام الماضية كانت نذر الحرب في أعلى مستوياتها، وخصوصا بعد التهديدات الإسرائيلية المتكررة بشن عمليات حربية والدخول في حرب مفتوحة مع لبنان. ولكن هذه ربما هناك العديد من الضغوط الدولية التي الولايات المتحدة الأمريكية حذرت من هذا الأمر أحمد، والتي ربما أدت كما تعلم وربما يكون نعم بالتأكيد كما ذكرت الولايات بالتأكيد بكل تأكيد. وربما القمة الأمريكية الفرنسية سيكون لها أيضا أو سيكون للوضع في الجنوب اللبناني جزء كبير من هذه القمة. كان هناك أيضا بيان صدر عن الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا، وكان هذا البيان معني بشكل أساسي بضرورة وقف إطلاق النار أو ضرورة التهدئة في الجنوب اللبناني والحيلولة دون الدخول في حرب مفتوحة، لأن الحرب المفتوحة وخصوصا من الجبهة اللبنانية ستكون حرب إقليمية كبرى نظرا للتواجد وأيضا للدور الإيراني في دعم المقاومة الإسلامية صحيح. في لبنان، وأيضا التواجد إيران في هذه المنطقة، فبالتالي لن تكون حرب سهلة وستكون حرب مفتوحة ربما شكرا. تتسبب في أزمة إقليمية كبرى في المنطقة. من العاصمة اللبنانية بيروت أحمد سنجاب، أشكرك شكرا جزيلا أحمد.
أنهى الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني حملته الانتخابية الأوروبية، ومن المقرر حضور المستشار الألماني أولاف شولتز حملة الحزب الانتخابية لدعمه في مواجهة حزب البديل اليميني. وذكرت قيادة الحزب الاشتراكي أنها لا تستبعد إمكانية حظر حزب البديل من أجل ألمانيا المتطرف، خاصة بعد أن صنف جهاز الاستخبارات الداخلي الحزب جماعة يمينية متطرفة. وأظهر استطلاع للرأي تراجع شعبية حزب البديل من أجل ألمانيا لدى الناخبين في مواجهة الحزب الاشتراكي الديمقراطي. من برلين عربي مرزوق مراسل القاهرة الإخبارية انضم إلينا الآن. أهلا بك عربي. إذن يعني ما زال الحديث مستمر عن صعود اليمين المتطرف أو هبوطه، كيف تبدو انعكاسات هذا الطرح وهذه الإشكالية الموجودة في أوروبا حاليا تنعكس على انتخابات البرلمان الأوروبي وعلى ألمانيا بشكل خاص؟ بالتأكيد هناك تفسير خاص بشأن ألمانيا من صعود أو نمو اليمين المتطرف وتحديدا حزب البديل من أجل ألمانيا. السبب الرئيسي فيه بالطبع هي أزمة قضية الهجرة هنا في ألمانيا، هو السبب الرئيسي الذي يلعب عليه دائما حزب البديل من أجل ألمانيا، الهجرة في ألمانيا وقانون الهجرة في ألمانيا. الحكومة الألمانية إلى حد ما حسب المحللين وحسب حتى المفاوضات الأوروبية لديها مشاكل كبيرة جدا في قانون الهجرة واللجوء هنا في ألمانيا، تحاول الحكومة الألمانية حلها منذ زمن طويل، وآخرها المستشار الألماني أولاف شولتز الذي تكلم على أن المجرمين إذا كان هناك مجرمين بين صفوف اللاجئين الذين قدموا من أفغانستان وحتى من سوريا سوف يتم إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية. بالتالي وقف المستشار الألماني أولاف شولتز اليوم أمام الناخبين في مدينة توسبورغ أقصى غرب ألمانيا بجانب مدينة دوسلدورف حتى يوضح هذا الأمر. هناك مخاوف تحديدا لدى المواطنين الألمان، لذلك ذهب بنفسه المستشار الألماني رغم أن المستشار الألماني هو بالطبع من الحزب الاشتراكي ولكنه لا يشغل منصب رئيس الحزب. هناك ساسكيا أسكن وأيضا لارس كلينجباير هم رؤساء الحزب، ولكن أراد أن يوضح للمواطنين الألمان أنه لا حل إلا عدم انتخاب حزب البديل من أجل ألمانيا. أيضا وضح المواطنين الألمان أن ألمانيا ما زالت ترفض اقتراح الرئيس الفرنسي بإرسال خبراء عسكريين من حلف الناتو إلى أوكرانيا، رفض هذا الأمر بشكل تام هو. وأيضا الرئيس الأمريكي جو بايدن لن ترسل ألمانيا أي خبراء عسكريين أو جنود للأراضي الأوكرانية لتدريب الجنود الأوكران على الأراضي الأوكرانية. ألمانيا ستدعم بالسلاح والمال فقط حسب المستشار الألماني أولاف شولتز. ولكن كانت هناك كلمات خاصة باليمين المتطرف في ألمانيا أو حتى الجرائم ذات النزعة السياسية كما حدث أيضا في مدينة مانهايم وعلى بعض السياسيين الموجودين هنا في ألمانيا خلال الأسابيع القليلة الماضية. رفض المستشار الألماني أولاف شولتز هذا الأمر تماما ودعا المواطنين الألمان بشكل أجمع إلى الذهاب غدا، ضرورة الذهاب غدا الأحد إلى الانتخاب في الانتخابات البرلمان الأوروبي. وهناك 65 مليون ألماني لهم حق الانتخاب غدا، منهم ولأول مرة في تاريخ ألمانيا 5 ملايين شاب أعمارهم الآن 16 عاما لهم حق الانتخاب. لأول مرة سمحت ألمانيا للشباب الألماني في سن 16 عاما الذهاب إلى انتخابات البرلمان الأوروبي، لذلك دعاهم أيضا المستشار الألماني أولاف شولتز وقال لهم لا تتركوا فرصة إلى اليمين المتطرف. نعم. في هذه الانتخابات. طب على ذكر اليمين المتطرف، أنا أريد أن أسألك عربي عن معنى أن تقوم الاستخبارات الداخلية بتصنيف حزب البديل جماعة يمينية متطرفة، يعني هل من تأثير مباشر على هذا الأمر؟ لأنه كان هناك أيضا في سياق الخبر الذي قرأناه منذ قليل احتمال أن يعني استبعاد إمكانية هذا الحظر. يعني بالتأكيد يعني إذا تم حظر حزب هنا في ألمانيا هذا الحظر يحتاج في البداية إلى قرار من المحكمة، يجب أن تحظر المحكمة الدستورية هذا الأمر، وحتى هذه اللحظة لم تقوم المحكمة الدستورية العليا هنا في ألمانيا بحظر حزب البديل من أجل ألمانيا. ولكن المخابرات الداخلية الألمانية جهاز حماية الدستور صنف هذا الحزب بناء على المعلومات التي لديه والتحريات التي قام بها خلال السنوات القليلة الماضية أن هذا الحزب هو حزب يميني متطرف خطر على المجتمع، لذلك صنفه بهذا التصنيف. ولكن حتى هذه اللحظة لم ترى المحكمة الألمانية أي أسباب من وجهة نظرها لحظر هذا الحزب. من برلين عربي مرزوق مراسل القاهرة الإخبارية أشكرك شكرا جزيلا. طبيعة الحال مشاهدينا الكرام أشكر لحضراتكم هذه المتابعة الإخبارية، كنت معكم في هذه الجولة جولة مراسل القاهرة الإخبارية، على رأس الساعة القادمة نشرة إخبارية مفصلة أبقى فيها مع حضراتكم ياسر رشدي وزميلتي ريهام إبراهيم، في أمان الله.